راجل صعيدي. صعيدي؟ انت من بورسعيد يا حبيبي؟ ما انا كنت بروح رحلات الاقصر واسوان. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت. المسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل طلقه حظ بتاع مصطفى خاطر. الاعلان بتاعه ما شفتوش ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، ويا رب يطلع حلو. لان انطباعاتي لحد دلوقتي على فكره في مسلسلات رمضان سيئه جدا. في كل التريلرز اللي عملتها لحد دلوقتي ما فيش حاجه شدتني قوي، غير ممكن يعني الحاجه اللي انا هقول ممكن اشوفها في كل اللي انا عملت له تريلر لحد دلوقتي هو زلزال بتاع محمد رمضان. ما مش شايف اي حاجه ممكن تشد تانية يعني غير المسلسل ده لحد دلوقتي يعني. فدلوقتي هنتفرج على البرومو، هو يعتبر تيزر، هو 30 ثانية طبعا، مش اوفيشال تريلر. اللي انا مش فاهم ليه لحد دلوقتي مش منزلين الاوفيشال تريلرز، كما زي ما قلنا خلاص رمضان اصلا على الابواب تقريبا، فضلوا بتاع اسبوعين او 3 اسابيع، فما اعرفش. المهم خلينا نشوف التريلر وهنشوف لو في حاجة تستحق ان احنا نقولها ولا لا في ال 30 ثانية دول، ونكمل كالعادة. طبعا مش هشوف الفيديو ولا مرة، فهشوفه معاك دلوقتي لأول مرة. يلا بينا. المسدس اللي اتقتل ابويا عليه بصماتك. بصمات انا؟ يا عيني يا عبصابور، وانت عايزني اساعدك في الهروب من جريمة قتل؟ في 20,000 جنيه اللي هيبلغ عن مكانك. انا لابس حزام ناسي. جميلة يا ست انت. انا عبصابور. انا راجل صعيدي. صعيدي؟ انت من بورسعيد يا حبيبي؟ ما انا كنت بروح رحلات الاقصر واسوان. اوكي يا جماعه، والله التريلر لذيذ، مش وحش. هنصنف ده مسلسل كوميدي ولا مسلسل درامي؟ هو اكيد هيبقى كوميدي دراما اكيد يعني، لانه هو هربان ومطلوب القبض عليه في جريمه قتل، اتورط في جريمه قتل هو ما عملهاش، فهيبقى فيه طبعا بعض المفارقات، هيبقى اكيد فيه كوميديا حلوه يعني. على الاقل مسلسل ده احسن من واد سيد الشحات، وطبعا فكره بمليون جنيه يعني. ف يعني لحد دلوقتي كمسلسل كوميدي ده احلى واحد في الثلاثه يعني. البطوله جماعيه هو مصطفى خاطر وايتن عامر، محمد انور ونعم سلوسة، وفي محمود حافظ وفتحي عبد الوهاب وطاهر ابو ليلى. مخرج المسلسل احمد خالد امين اللي كان عمل افراح ابليس الجزء الثاني وحواري بوخارست والطبال. انا ما عجبنيش حواري بوخارست وما عجبنيش الطبال الصراحه، كان بتاع امير كراره، بس انا ما شفتش افراح ابليس فما اقدرش احكم. نسبه الرقابي للمسلسل ده 7/10. اتمنى ان هو يبقى مسلسل كويس يعني. انا السنه اللي فاتت كان عامل ربع رومي مع محمد سلام، ما شفتهوش بصراحه برضو. بحس ساعات يعني هو مصطفى خاطر ممثل كويس وشاطر وبيجتهد وكل حاجه، بس عندي دايما حته ان هو كليد رول مش عارف، ما بحسوش قوي في الليد رول، على عكس ان هو لو طلع مثلا ممثل مساعد بيبقى احسن يعني. ف ما اقدرش، مش عارف، خلينا ننتظر احسن المسلسل ده نشوفه. بس ما عنديش انطباعات تانية للمسلسل في التيزر ده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية قريب. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو حلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. صحيح، قبل ما اقفل الحلقه دي انا برضو هكمل بالتيشر ده عشان برضو مكسل اغيره. انا راجل صعيدي. صعيدي؟ انت من بورسعيد يا حبيبي؟ ما انا كنت بروح رحلات الاقصر واسوان.